وصلوا للكل. هلا انا دجا بعثت لك اياهم بالفيديو ريكورد، يمكن الصوت شوي مش مسموع بس قادر انت تفهم الاكزرسيس لانه السوليسيون واضحة. على كل حال هلا بعمل لك تسجيل تاني لانه بدي اشوف الطريقة الافضل حتى نتواصل نحن وياكم. بعدك كمان لكينا هيدي الطريقة منيحة بعتقد، راح اجربها. هلا اول شي انا بعثت لك الاكزرسيس، لكن الاكزرسيس بدي طلع متل ما شايف هون على عنا اكزرسيس بدنا نطلع ان سينيال كاري، يعني عنا ديوتي سايكل او رابور سيكليك 50% 1 كيلو هرتز على الار سي 0، وعندنا سينيال كاري كمان على الار سي 1 بده يكون انفرسي عن الار سي 0. هيدا بدي طلع 1 كيلو هرتز، يعني البريود كلها 1 ملي سكوند، يلي هي الاف هي ان سور تي، او البريود اتيغال ان سور اف ان سور 1 كيلو 1 ملي سكوند. لكن الباليه هو قد الباليه با مقسوم 2، هيدي بدها تكون لكينا 500 ميكرو سكوند ب 500 ميكرو سكوند يلي هي 0.5 ملي سكوند. اوكي، لكينا كل باليه. هيدا البروجرام ما ببلش الا ما يكون عنا ال ار بي ان ايجال 0. هلا انا حليت البروجرام بدون ال ار بي ان ايجال 0 لانه هيدي شغله بايخه بتقدروا تعملوها، انا بهمني اشرح لكم التايمر. لكن عرفنا الاكزرسيس شو بدنا. اوكي، نطلع سينيال كاري على الار سي 0 والار سي 1. اوكي، وعندنا هذا التابلو للبري سكيل. روح للسوليسيون يلي بعثت لكم اياه كمان بالكام سكان. نروح، انا صورته هون على الكام سكان. هيدا هو لكن هيدا هو هاي السوليسيون اتطلع فيها عنا. لكن ال ار سي 0 هيدا سينيال كاري مثل ما بتشوف، وال ار سي 1 سينيال كاري انفرسي. لكن اف 1 كيلو هرتز يعني البريود هي 1 ملي سكوند، والبريود والباليه هي 0.5 ملي سكوند يلي 500 ميكرو. اذا كان الكوارتز 8 ميجا لكن الفريكونس تبع الانترن هي كيو سور 4 يعني 2 ميجا. طون دو سيكل هي 1 سور 2 ميجا يعني لكن 0.5 ميكرو سكوند، لكن السيكل الكامل هو 0.5 ميكرو سكوند. إذا أنا مطلوب مني طلع تايمر 500 ميكرو، طيب إذا قسمتها مباشرة على 0.5 ميكرو سكوند بوصل لرقم هو 1000. 1000 ما في يحطه بالتايمر، فمن هيك استعملت البري سكيل رقم 8 بري سكيل 8 لأنه حتى أوصل لرقم هون مثل هون 125 بقدر أحطه بالتايمر 0. هيدا بس أوصل لهيدا الرقم 125 ثلاث ارباع البروجرام خلص صرت كأنه انحل. هيدا الرقم 125 بس، هيدا بس اوصل له بقش بفكر بقى ببارتي التايمر. بس اوصل لل 125 بدي نقل لكينا بري سكيل هو 8. بري سكيل 8 بحسب التيبل اللي عنا. اوكي، يلي عنا ايه البري سكيل 8 مثل ما شايف هوني. اوكي، حتى توصل لبري سكيل 8 لكن شو لازم تعمل؟ 8 البري سكيل بدك 0 1 0، بي اس 0 بدها تكون 0، بي اس 1 بتكون 1، وبي اس 2 بتكون 0. لكن بنقي 0 1 0 والبقوي دايما بنقيهم على التايمر، البقوي بنعتبرهم صفر. إذا بتطلع هون عنا ال PS هون 0 بدها تكون 0، هيدي 1 وهيدي 0 حسب التيبل. PSA equal 0 والباقي كلهم 0 لأنه عم بيشتغل على تايمر، ما عم بعد امبليسيونات من برا. هلا البروجرام خلص، أنا بس طلعت هالرقم 125، صار البروجرام سهل جدا.
لك انا بروح على الاوبشن ريجستر بصفره كله وبعمل بس البي اس 1 هي 1 هي 1 اوكي، يعني عندي صار بي سكيل 8. بعمل التريس سي يعني البور سي بعمله سورتي مثل ما شفت هون كلير فايل اوكي للتريس سي، بعدين بطلع باليه با على البور سي على البور سي ار سي ان، هي بيت كلير فايل ار سي ان، وبيت سيت فايل لل ار سي 0، يعني بعمل باليه هو على الار سي 0 باليه با على الار سي ان اوكي، يعني هولي بشكل بيطلعوا انفيرس كول تومبو. وهيدا هو شغلنا بالتومبو. شو بعمل انا؟ بدي انطر 500 ميكرو سكوند، بروح على التايمر 0 بصفره، بحط بقلب الاوميجا 125 وبعمل سوستراكسيون دائما بين تايمر 0 وال 125. هلا بس يصير تايم ار 0 125، يعني بكون مرق 500 ميكرو سكوند، يعني بس يمرق 500 ميكرو سكوند بطرحهم من بعض تايم ار 0 ناقص 125 بصير 0. بس تصير 0 يعني الزد هي بقلب الستس ريجستر بتصير 1، بيتخطى الجو تو 8 جو تو ا وبيعمل ريتورن، يعني بكون انا بهالسو بروجرام ربحت 500 ميكرو سكوند. برجع بيجي لهون بعمل برجع بقلبهم للباليه هو والباليه با حسب البروش، وبعمل كول تومبو كمان بربح 500 ميكرو سكوند، بنطر 500 ميكرو، وهيك بكون طلعت سينيال مثل ما عم بتشوفوا فوق. بعتقد انه هذا الشرح كتير واضح، وبتمنى عليك انه توصلوا لرفقاتك، وكمان الاكزرسيس تبع السيسيون 1 نمرو 2 2019 كمان تحلوا، لانه نفسه مثله بس رابور سيكليك يمكن غير مغيره 25%. يعني انا بعمل باليه با 3 مرات حجمها من الباليه هو. شو بعمل انا؟ بشغل على الباليه الاضيق بحسب له وقتها، والباليه الاوسع بشوف كم مره عم تتردد، يعني بدل ما اعمل كول تومبو مره واحده بعملها مرتين ولا ثلاثه حسب الرابور سيكليك اوكي. وفي هلا ميثود تاني بشتغل فيه على الانتربشن، هلا هيدي الميثود بقدر اشتغلها وين ما كان، وكمان بكره ببقى بعلمكم عنها اوكي. يعطيك العافيه، وبتمنى انه توصل هالبرنامج هالفيديو لرفقاتك.